أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء المناقشات التي تجرى في الكنيسة الإسرائيلية حول تصنيف منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كمنظمة إرهابية وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها. في سياق متصل، قامت المفوضية الأوروبية بصرف 16 مليون يورو للأونروا لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، كما قامت بتجهيز شريحة ثانية من المساعدة بقيمة 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، وذلك للمساهمة في دفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. وتعد هذه الدفعة جزءا من حزمة المساعدة البالغة 118.4 مليون يورو، والتي تم اعتمادها في ديسمبر الماضي، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 25 مليون يورو في مارس.